يعني طبعا كلام المستشار مرتضى هو وصل زي ما بيقولوا الحلقوم خلاص، يعني لا خلاص انا مش قادر. وفي نفس الوقت احنا بقى المفروض علينا كمشجعين ومحبين للنادي ان لازم يبقى فيه دعم كبير جدا من الرموز اللي في نادي الزمالك ومن اللعيبه اللي في نادي الزمالك للمستشار مرتضى، لان ده مش تطبيل يا كريم، ده المستشار مرتضى هو الرئيس الشرعي لنادي الزمالك للفتره اللي جايه كلها لمده 4 سنين، فلابد ان انا دعم رئيس النادي بتاعي. انا مش هتهمني قوي كابتن كلامي وكلام حضرتك، انا يعني انا الناس كلها منبهره، وزمايلنا في الصحفيين القادرين اللي بيبعتوا لي رسائل دلوقتي عن كلام حضرتك، ومبهورين ومبسوطين بحضرتك جدا وبكلامك. انا مش بطبل لرئيس النادي ولا بطبل، هي دي مشكله، لا هي في خناقه بين ممدوح عباس حاجز على فلوس احمد مرتضى ولا امير مرتضى ولا ياسين ابن احمد مثلا، والمستشار مرتضى طالع يقول لنا اتخانقوا عشانه، دي فلوس نادي الزمالك. هو المستشار مرتضى بالظبط زيه كده، زي حضرتك في الموضوع ده، بالظبط هو كده، طرف، هو رئيس النادي على راسنا من فوق، بس انا وهو بنحارب نفس الحرب دي عشان خاطر نادي الزمالك، وكلام حضرتك عشان خاطر نادي الزمالك. ولما نطبل لمين؟ هنطبل لنادي الزمالك. وكمان يا كريم اطبل لرئيس النادي بتاعي، بالظبط كده، يعني لانه على يعني حق. لنادي الزمالك اولا ثم لرئيس النادي ومجلس الاداره بتاعي، لان انا لو ما طبلتش ليهم هطبل لمين؟ او هتكلم، وبعدين بطبل كمان في حقائق، يعني لما بنيجي نتكلم في حقائق. يعني عايز الفت مثلا نظر جمهور نادي الزمالك، انت عارف ان انت لسه قايل دلوقتي المرتبات الشهريه لقطاع الرياضه في النادي والموظفين والعمال، والعمال نعم، بيتعدى ال 50 60 مليون جنيه كل شهر، نعم، فتوفر السنه الشهرين اللي فاتوا دول اتوفر حوالي 120 مليون حصل او 100 مليون، فبالتالي احنا ما بنتكلمش في 5 مليون او 6 مليون لا ممكن المستشار يطلع يجيبهم من حد وياخدهم زي ما هو كان بيتصرف في مكافآت او بيتصرف في امور تخص الرياضه في النادي. ولكن الموضوع صعب جدا، يعني عشان توفر او تدبر 50 مليون و40 مليون، ده في دول ما بتعرفش تدبرهم، فبالتالي لما انت والله تدبر حقيقة. الشهرين اللي فاتوا دول نعم. المبلغ ده، انت بتيجي في نص الشهر دلوقتي وبتدي برضه جرس انذار. المستشار مرتضى بيدي النهارده جرس انذار قبل صح 15 يوم من بدايه الشهر، لان هيجي على اول الشهر برضه هيبتدي العمال والموظفين عايزين فلوسهم اللي بتتعدى 16 مليون، صح، يعني مش برضه نشاط رياضي نشاط والعمال رياضي والموظفين. والعمال. وهقول لحضرتك حاجه عشان برضه من دلوقتي، زي ضمن جهاز الانذار وفي احنا بننور بس النور، الشهر الجاي مستشار مرتضى مش عارف يتصرف. مش هتتصرف، انا بقول لك اهو، ما هو والارزاق على الله، ما كانش هيطلع امبارح واول امبارح بيقول خلاص يا جماعه انا خلاص هو اتصرف مره واثنين وثلاثه، خلاص المره الجايه انا بقول شكرا. لك للاسف بقى خلاص ايده اتكتفت خالص بقى، اتصرفوا انتوا. ولازم مين بقى اللي يتصرف دلوقتي؟ الدوله، طه. لان المسؤول عن نادي الزمالك في مصر الدوله، نعم، اللي همها ان نادي الزمالك يبقى بالشكل اللي هو ظاهر بيه دلوقتي، نعم، والسنتين اللي فاتت. وزاره ده الشباب والرياضه بيسعد، الوزير الدكتور اشرف صبحي فين وبعدين ده النادي الزمالك فيه؟ بيسعد مين يا كريم؟ ده بيسعد ملايين تعداد دول كتير جدا هم مشجعين نادي نعم الزمالك، اكتر والله، ده والله واكتر جماهير كمان نادي من الزمالك تعداد اكتر دول من حاصل جمع بعض الدول مع بعض. ده داخل مصر بس، داخل مصر بس، داخل مصر بس. اما دي حقيقة. فاذا انت النهارده لما بتيجي تساند نادي الزمالك، انت بتساند قطاع عريض جدا من جماهير محبة ومنتمية لهذا النادي، فبالتالي انت كمان بتطلب حق مشروع ليك. انا يا جماعة محجوز على فلوس النادي لشخص هو خد فلوسه، طب يعني المستشار مرتضى طلع وقال بالمستندات، طب اطلع انت قول لا، ده الراجل وصل في الاخر بيقول يا جماعه لو انا الكلام ده مش صادق انا فيه احبسوني، ما في فبالتالي يبقى لازم في تحرك من الدوله. فانا ما بنشدش الدوله دلوقتي، لان انا من النهارده اليوم الاربع انا عندي اربع خمس ايام ان شاء الله، احنا كلنا بنثق في قضاء مصر العادل، وكلنا سواء بالحكم برفع الحجز او باستمرار الحجز احنا موافقين، ولكن لازم يبقى في تدخل من الدوله. سياده الوزير اشرف صبحي، نعم، نادي الزمالك ده قلعه كبيره جدا من قلاع الرياضه في مصر، بينتمي ليه عدد مهول وكبير جدا بالملايين في مصر او خارج مصر، فنتمنى ان شاء الله باذن الله بعد حكم القضاء باذن الله ان شاء الله يكون رافع الحجز عن نادي الزمالك، عشان نقدر ن ن ن ن ننتقد المستشار مرتضى، علشان نقول لا هنا كان في حاجه غلط او فيها حاجه صح. ولكن دلوقتي انا ما اقدرش انتقد، بل بالعكس لازم اشيد بيه وبمجهوداته، واقف معاه كمان في وان الناس. هو الشهرين اللي فاتوا دول عداهم على الموظفين وعلى العمال، زي ما انت كنت عارف الشهرين اللي فاتوا دول كان بيتخللهم المدارس، وانت عارف مصاريف المدارس على كل الناس، نعم، فبالتالي الراجل عمل كل اللي عليه.
احنا بقى دلوقتي لابد ان احنا ندعمه، لانه الحاله النفسيه برضو ممكن تاثر عليه طبعا. واحنا اللي شايفينه النهارده ان حالته النفسيه لا هو خلاص بيفكر لا طب يا جماعه طب انتوا ايه اللي عايد عليا وده اسهل قرار على فكره يعني هو لو عايز هو لو مش متعود على مواجهه الصعاب دي لو هو مش مقاتل شجاع هو اسهل ما عليه السلام عليكم وعليكم السلام النادي اهو تعالى استاذ ممدوح ديره وزاره الشباب والرياضه تيجي تديره مدير الشباب والرياضه في الجيزه تيجي تديره اي حد عايز يجي يديره يديره ده اسهل حل هو ممكن يعمله وبعدين الحل ده هيدخلنا في مشاكل احنا عشناها قبل كده بس هم ده اللي هم عايزين ما هو حتى لو هم عايزين كده احنا جوه نادي الزمالك يبقى لازم نرفض كده لازم يبقى في دعم لمجلس الاداره اكتر من كده ولازم نبقى يعني سبورت بحقيقه يعني كزملكاوي لازم يبقى في سبورت للمستشار مرتضى ومجلس الاداره لان هم بيطلبوا حق مشروع ادونا فلوس النادي علشان نقدر نصير النادي ونشوف كل الالعاب في النادي علشان حتى لو احنا عايزين ننتقد في فرقه الطايره او فرقه الباسكت احنا خسرنا امبارح لا خسرنا انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه صح. طالما ان الراجل متكتف زي ما هو بيقول من ايده بالرجل وبعدين بتقول له عدي الشوط الثاني فالوضع ده ما لا يصح مع نادي الزمالك ومش هنسمح بيه في نادي الزمالك لان احنا مرينا بيه قبل كده وشفنا الايام اللي احنا اتعاملنا فيها مع كل الاحترام ليهم كل اللجان او كل اللي جم بنادي الزمالك ولكن احنا ما عشناش الاستقرار الفعلي في نادي الزمالك الا مع مجلس اداره منتخب فبالتالي نتمنى ان شاء الله ان الازمه دي تعدي علشان ما نخشش تاني زي ما قلت لك في لجان ومشاكل وبعدين اللجان دي بتيجي تصير اعمال فبالتالي ما بيبقاش ليها قرارات تقدر تخدم النادي ما نقدرش نخش في الدوامه دي تاني يعني.